صباحية حد لفت بعيونها وسألتني على حي الورد من كتر السحر اللي في صوتها طول عمري عايش في الحتة من كتر السحر اللي في صوتها طول عمري عايش في الحتة معرفت الرد معرفت الرد معرفت الرد حصلش الحد من يوم ما قابلته وكلمني صباحية حد يا ليل ماشي لنا ليا ولا عليا صباحية حد لفت بعيونها وسألتني على حد حصلش الحد من يوم ما قابلته وكلمني صباحية حد يا ليل ماشي لا انا ليا ولا عليا صباحية حد لفت بعيونها وسألتني على حي الورد
حصلش لحد. من يوم ما قابلته وكلمني صباحية حد يا